يقول المثل: الإنسان مختبئ وراء لسانه، فإذا تكلم ظهر. وأنا بعد صمت طويل قررت أن أتكلم وعليه، فأنا أعرض مشروعا في خط إعلامي تحت عنوان هكذا تكلم مدني. فمن أكون؟ أنا ابن الدار البيضاء، حي عشق نشأة سكورة، إقليم وجزات أصولا، أسافر في أرض الله، مرافقا للأطفال واليافعين والشباب، موقدا بشعلة العقل، مذكيا بشرارة الروح. وهذه قصاصات من سيرة ذاتية جد مقتضبة، أعرضها راجيا أن تنال التقدير ممن سيتتبع هذا المشروع. خريج المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء فوش 1985، في الزمن الذهبي لتكوين أطر مغربية عالية الكفاءة بديلة عن الأساتذة الأجانب. 23 سنة من ممارسة التدريس لمادة علوم الحياة والأرض بسبب تأهيل الإقليم الجديدة، حارس عام لسنة واحدة، ثم ناظر لثلاث سنوات لإقليم ستات، ناظر لثلاث سنوات، ثم مدير لثلاث سنوات لمدينة الدار البيضاء بالثانوية التأهيلية التقنية العريقة الخوارزمي المتضمنة لتعليم شهادة التقني العالي BTS، مدير لثلاث سنوات بالثانوية التأهيلية العريقة مولاي سليمان للتعليم الأصيل بطنجة. استبقت تقاعدي قبل سنتين فقط، لا لأرتاح من عناء العمل التربوي الباني لشخصية متربي متعلم على يدي، بل لأغير تربة الزرع من حقول التربية والتعليم العمومي إلى بيئة التربية والتعليم الخصوصي. وهكذا جعلت حصيلة كل تجاربي ومكتسباتي ومهاراتي رهن إشارة فريق عمل متكامل بمؤسسة ضخمة عريقة بطنجة، مساهمة مني في تقديم نموذج لجسر الهوة بين نمطين من التعليم يحتضنان بنات وأبناء الشعب المغربي الأصيل. بالموازاة مع مساري المهني الصفر، اشتغلت بالعمل التطوعي ضمن فعاليات المجتمع المدني، وذلك على خطين اثنين. الخط الأول العمل الكشفي ضمن منظمة الكشاف المغربي، ونلت بها رتبة قائد كشفي. الخط الثاني العمل الجماعي ضمن تنظيم العدل والإحسان مدة 20 سنة، من 1985 إلى 2005، تقلدت خلالها على التوالي مسؤوليات نقيب أسرة، نقيب شعبة، نقيب جهة. وبالموازاة مسؤول وطني ضمن مشروع الإحسان، مسؤول وطني ضمن مشروع العمل التلاميذي، مسؤول وطني ضمن مشروع الفنون، وأطر وطني ضمن فعاليات مخيمات الصيفية. وحررت مسودة كتيب تحت عنوان الإحسان قراءة بيدغوجية في فكر الأستاذ سلام ياسين، وذلك 6 سنوات قبل صدور فكرة الإحسان لصاحبه سيد عبد السلام ياسين، ولي معه قصة يطول سردها. بغيت نرجعوا الان للحد ولا تفرج. هو انني ملي مشيت لتما الحد ولا تفرج عاوتاني هذه قصه بوحدها، حيت غنمشي لواحد المنطقه اللي هي زعما منطقه اللي نعطي دي زانديس مؤشرات باش ما نطولش. كانوا فيها جوج مساجد، مسجد في المركز ومسجد في القبه ديال سيدي مسعود. هذاك المسجد اللي في القبه ديال سيدي مسعود بيان سور كانت محاط بالبيوت ديال الحفظان اللي كيستقبلوا الناس اللي كيجيو من مختلف البقاع ديال المغرب وربما حتى من العالم. وكانت السمعه ديال سيدي مسعود بن حسين، حيت حنا في الثقافه الشعبيه ديالنا التراث ديالنا كل كاين تخصصات، يعني كل ولي كي عنده حاجه، ياك يعني اللي كيزوج اللي كي ياك يعني. فسيدي مسعود بن حسين كانوا كيقولوا هو اللي كيرد العقول الناس الحمقى، بحال بويا عمر، بحال بويا عمر يعني كيمشيو ليه الحمقى. وكاينين دوك المطامر اللي هذوك الحمقى الا كانوا شي شويه اغريسيف كيديروا لهم السناسل كيكتفوهم وكيتلقاهم كيدوروا في حد ولا تفرج مكتفين يديهم ورجليهم، كتلقى غادي كيدير ها تقيدو انت من رجليهم من رجليهم يديهم حسب لو دوغري ديال 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 الاغريسيف ديالهم. ولكن فين كي سيجورني بزاف في هذيك المطمور، تيهبطوهم لهذيك المطمور كيبقى فيها تما الى ما شاء الله كيجيو والديهم كيحطوهم تما وكيمشي كيجيبو من طنطان كيجي.
الا جيتي تدرسها اجتماعيا وداك الشيء، انا ماشي عندي هذا التخصص، ولكن المهم هذا الشيء انا عشته، فعلى كنت جيت ما نهضروش عليه، يعني شكون اللي كيصلي فيه يعني. نمشيو للمسجد الثاني والاخير مركز هو المركزي، ملي مشيت انا لقيت بانه كيتصلى فيه غير المغرب والعصر، الفجر ما كيتأذنش، الظهر مسدود، العصر كيتفتح، الناس داروا القيلولة ديالهم وداك الشيء، كيقدر يفتح هذاك السيد اللي كاين تما، كيفتح إذا جا شي حد يصلي. كنمشي أنايا في هذه الأوقات ديال المغرب ولا ديال هذا، ما كنلقى راسي بوحدي بعض المرات، كنرجع لحالي، كنمشي نقري، كنجي كنمشي. من الطرائف أنني هذاك السيد اللي هو كاين تما في زعما المشرف، كاين المؤذن وكاين الإمام، ولكن المؤذن هو اللي ساكن، حيت هو اللي كيقصد ما يؤذن. شافني أنا بأنني أنا كقريتها في المغرب، جيت أذن المغرب، مشيت كنلقى راسي بوحدي، الأضواء خافتة، كاين غير شي جوج بغلات حدا المحراب، كله مظلم، مكرفص في الفراش ديالو واخا كبير. جيت ديال فين كاين الوضوء معري، يعني كان شي شتا كطيح عليك. ملي شافني واضبت النهار الأول والنهار الثاني، النهار الأول مشيت كنتربع، ما كيخرجش، كيأذن ولكن ما كيخرجش، كتصلي بوحدك؟ كنصلي بوحدي، كنعيا كنخرج كان. نهار الثاني كذلك كنجي كنرجع، نهار الثالث حيت هو تيحس، حيت هو كاين الداخل كيحس بان شي حد دخل، ربما قال مع كيعرف الاساتذه كيجيو من مناطق اخرى ولا هذا، خاف لي يكون شي مشكل ولا هذا الاستاذ يمكن هذا، المهم غادي يخرج ذاك الامام، الامام يخرج، اما المؤذن اذن وشاف حاله، غادي يخرج، خير يخرج الامام، غيشوفني قدام المحراب، ما غيسلمش عليا، غيدخل وغيدير دومي تور وغيدور المحراب وغيقول الله اكبر، ما قالش ليا قيم الصلاه ولا قام هو. انايا التفت وغيبان لي واحد السيد بعيد في الظلمه جالس، راجل كبير حتى هو يمكن جاب شي، درت ليه اشاره بيدي باش يجي عندي باش نديرو زعما جماعه مورا داك السيد. جا صلى، صلينا، السيد كيصلي بواحد السرعه جنونيه، الله اكبر، كيقرا داك الشيء غير في نفسه مع ان الصلاه جهريه. سلم، ملي سلم وقف ودار لو با جهتي انا باش يدير لو با على اليمين ويدخل المقصوره ديالو يمشي في حاله. استغليت انا الفرصه، هو وقف انا وقفت، دار لو با جهتي باش يخرج من المحراب، درت انا لو با عنده باش نقول ليه ما قمتي الصلاة، ما كملناش الصلاة. اش قال لي هو وكيتكلم بواحد الغلظة، قال لي قمتها في نفسي، دار لي بحال هكا، قمتها في نفسي، ودار وخرج وردخ هذاك الباب. زعما لاش جاي نتايا اصلا؟ فيقني فات الصباح برصدني. لا ماشي الصباح، هذا المغرب زعما. المغرب نسحب لي الفجر. كيتأذنش، انا كنقول لك هذيك الساعه كيتأذن. حنا بين قوسين كان عندنا اكبر مسجد في سيدي حيا الغرب، هو المسجد الاعظم ديال السي الفرخاني الله يرحمه. في واحد الفتره من الفترات كان حجه هو اونفاس مع دار القيد، كان في فتره من الفترات عينوا شي قيد في سيدي حيا، وهذاك القيد منع عن كلين بأن يترفع الأذان في الصبح، قال لهم تتفيقوني من الناس، وبقى لي سنين ما ترفعوش الأذان ديال الصبح للأسف. للأسف شديد. بهذا وقيلا نحبسوا هذه الحلقة على أساس أن نكملوا في الحلقة القادمة. بهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه الحلقة. شكرا جزيلا للضيف ديالنا الأستاذ سي المدني قطني. غادي في الحلقة القادمة غادي نحاول نصبروا أغوار ديال الضيف ديالنا على الفترة اللي عاشها في حد ولد فرج، وعلاقته بالأعضاء الجدد اللي غادي يستقطبهم الجماعات العدل والإحسان. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.
دوزو خير. مرحبا. إذا عندنا 49 دقيقة. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم الحد 25 شتنبير 2022، الساعة تشير إلى 49 دقيقة حسب التوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي 43 دقيقة حسب التوقيت ديال المغرب. غادي نستمر مع الضيف ديالنا الأستاذ سي المدني قطني، وغادي اليوم غادي نحاولوا نعرفوا كيفاش تستقطب أعضاء جدد في حد ولاد فرج، والحياة الأولى ديالو في حد ولاد فرج، واش لقى أصلا كاين الجامعة في حد ولاد فرج، ولا كان هو النواة الأولى. هادشي كامل غادي نعرفوه مع الضيف ديالنا. تفضل أستاذ. الوغ انايا يعني في غادي نتعين في سنة 85، يعني السن ديالي راه مازال صغير، انا 61 زيادة 64، نعم. 61. ف هنايا بالنسبة لي انا 24 عام، 24 عام، 24 سنة. طبعا الحال إذا كان الإسلام في الأبجديات ديالو يعني تقريبا مختفي، كيفاش غنهضروا على مستويات اخرى؟ كيفاش غنوصلوا؟ فلذلك انا بالنسبه لي ملي مشيت لتما، رغم انني كنعرف راسي انني عضو في جامعه عبد الاحسان، ورغم انني فاهم زعما المشروع ديالها التربوي والسياسي، وان كنت كنكرر بان اللي كان همني فيها كيف ما وانا في الشبيبه اللي كان كيهمني هو ذاك الجانب اللي عجبني ديال الوظيفه وديال هذا، وان كان في ذاك الوقت راه كانت المناشير كتنشر وكنا كنسمعوا، ولكن انا كنت بعيد على داك الشيء في لاش ديالي، وفي داك الشيء اللي انايا وساعدني على هذا الامر هو انني كنا اصلا في سريه وما كنعرفوا الا بعضيه. درت هذيك المره ملي جيت للجامعه ايضا كان كيهمني بزاف هذا الشيء، لانني كنت خصني نكتشف ذاتي، خصني نعرف الاسلام كامل، علاش جا الدين وعلاش جاو الانبياء وعلاش الاديان مختلفه، واش الاديان الاخرى حتى هما عندهم نفس هذا الشيء، كان كيدور في بالي وخلاني بقيت كنقرا في هذه الاتجاهات. ولكن حيت التزمت اخلاقيا وقدري ساقني باش نكون في هذه الجامعه ولقيت فيها واحد الشطر كبير اللي ممكن نشتغل على ارضيته، فبديت كنكون انا ولد وقتي كيف كنقولوا، ولد المكان اللي انا فيه. حيت التصوف حتى عند الصوفيه يقول لك الصوفي ابن وقته، الصوفي ابن وقته. ولقيتها حتى حيت انا كان دائما كنحاول ندير مقارنات ونعرف الانسان الاخر، حيت غيلاقيني بها الاقدار، غادي نقدر نزوج من عندهم، غادي نقدر نتلاقاهم ملي نمشي ندير دراستي، غيقدر ولادي، يعني كنت دائما كنحاول انني نعيش الكوني كيف ما كنقول. وحيت هذا الشيء تعلمته من الناس الكتاب الكبار الادباء والفلاسفه، كانوا ترفعوا لهذه المستويات، فبقيت انا كنعيش في هذا النيفو هذا، وكنحاول نلقى ذاتي وانا في مكاني، في المكان وفي الهنا. لقيتها عند البوذيين تيقول لك فيغ لانستون، يعني تيقول لك السعاده ديال الانسان هو يعيش اللحظه ديالو. علاش؟ حيت اللحظه اللي مازال ما جاتش ما كايناش، يعني الانسان كي تبروجتا فيها، وداك الشيء اللي فات راه ما بقاش، اذا الا بقى الواحد جايبه معاه راه مدخلها كبارازيت، وهاد البروجيكسيون في المستقبل ولا في الماضي كيخليه ما تيعيش هذيك لانستون بالوعي الكامل، وهنا فين كيجي التعاسه، وهنا فين كيجي المشاكل، وهنا. فاذا انا كنت تما في هذيك المنطقه تنعيش ذاتي، وكنحاول نعادي الاخرين بهذا الهم هذا اللي غادي نفهم في اللغه الصوفيه، لانه كيتسمى هم الله، زعما انك تمشي في تحاول انك تبيرفكسيون او ماكسيموم، يعني هم الله غادي نفهمها انا فيما بعد هو ديك اللي كيقولوا الصوفية تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. جميع هذه الصفات اللي كنقراوها في أسماء الله الحسنى راه عندها بعد، كيف ما قال الغزالي في المقصد الأسنى اللي غيشرح فيه أسماء الله الحسنى، كيتكلم كيجيب كل خصلة كل صفة من الصفات والأسماء ديال الله، وكيتكلم على بعدها الإلهي، وكيتكلم على بعدها البشري، اش ممكن تاخذ انت من هذه الخصلات. فكنت انا هكا كنحاول انني نلقى ذاتي، ولذلك حيث انني اعرف بان لونجاجمون ديالي في وسط جماعه اللي عندها هاد لي ريفيرونس وعندها هاد استراتيجيه وعندها هاد العلاقه بالنظام القائم وعندها يعني شي حاجه اللي ماشي سهله، فما كنتش كنسمح لراسي انني نكون سبب مباشر ان شي واحد يدخل ليها.
انا كنت واخد مع راسي هذا التعهد انني ما عمري ما نقول شي واحد اجي يكون في الجامعه. غيشوفوني الناس كيفاش كنت استاذ، حيت كنت استاذ يعني مفتوح على تلامذي، كنلعب معاهم الكره، كيجيو عندي كنبريباري معاهم، كنتقاسم معاهم افكاري، كنراجع معاهم، حبوني يعني الناس ديال المنطقه، لدرجه انه تيجيو عندي تيقول يا سي مدني حنا كنولدوا وانت كتربي، كيدعيوني لعندهم باش نجي مثلا كانفيتي عندهم. يعني كنت انا بحال هكا في حد ولاد فرج، اي واحد في ولاد فرج في لي زيبوك ديال اللي كنت فيها غادي يقول لك سي مدني بحال هكا كاع، ما كان كيهضر في السياسه، ما كان كيهضر معنا على جماعه، ما كان كيقول على السلام ياسين ما والو، انما كان يتقاسم معنا هذاك الشيء اللي عنده، وكان كيفيدنا وكان كيساندنا، كان كيساندنا باش نقراو، باش نقراو ولدرجة أنه بيتي كان بحال زاوية. تخيل أنا كنت في تخوازام إيطاج، وكنكونوا مع دوك اللي صلاو معايا مثلا العشاء وقالوا مع اللهم راه غادي نمشيو عند سي مداني، كنكونوا جالسين كنديروا أناشيد، كيسولوني كنجاوبهم في الإسلام نيت هذا، ولكن ما كنجبدوش، ما كنجبدش معاهم الجماعة بتاتا. حتى كنسمعوا الطق، شنو هي الطق في الشرجم؟ يعني شي واحد جا لتحت ولقى الباب مسدود وكيضرب بالحجر في الفدريش ديال ذاك البيت اللي حنا فيه باش نحل انا ونلقاه ونلوح ليه التاروت ويحل ويطلع ويشارك معنا هذيك الجلسه الحميميه اللي فيها القرايه وفيها حاجات اخرى. هذا الشيء داع الصيت ديالو في هذاك سيدي مسعود بن حسين ايضا، وحده من العائلات الكبيره تما واللي عندها زعما التاثير الاكبر هو عائله ملاك، عائله ملاك وعائله الغشاوي، هادو جوج ديال العائلات كانوا من بين العائلات اللي كانوا عايشين كحفظان، عندهم بيوتهم اللي كيكريوها للناس، وهاد ولادهم قراو عندي، وحيث ان علاقتي بتلامذتي كانت هكذاك كنت كنمشي لعندهم تما وكنعيش معاهم ديك الاجواء ديال الحضره وديال كل شيء، ودي فوا نقدر كاع نبات عندهم عند هادو ولا عند هادو. تعرفت على الوالدين ديال هادو، تعرفت على الوالدين، وكانوا كيشوفوا يعني الاباء والامهات ديال المنطقه كيشوفوا بان دوك الجميع اللي هما كيعرفوا سي مدني وكيمشيو عنده مستقيمين، ما كاين انحراف، ما كاين كسل، ما كاين سقوط، ما كاين والو. والجميل ايضا هو انه واحد النسبه كبيره من التلاميذ كانوا عايشين في لي بون يعني في الهوامش ديال الحاضره او ديال الفيلاج، يعني كانوا كيجيو كيكريو كراء جماعي ياك، فهادو كذلك كانوا كيلقاو فيا انا الملاذ حيت ما كيشوفوش والديهم لمده اسبوع، فجاتهم مزيانه انهم يلقاو واحد اللي كيلعب هذا الدور ديال الاباء ديالهم، وكانوا هذا الخبر كان كيوصل ليهم، وكانوا حتى هما ملي كتكون شي مناسبات كيقولوا عيطوا للاستاذ مدني يحضر معنا للعرس الفلاني ولا كذا، وكنمشيو لهذه المناطق هذه. وكنت انايا ذكي في الاختيارات ديالي الى حد ما، مثلا واحد جوج ديال الوليدات كيتساءلوا، كنحس بهم بانهم كيتساءلوا سي مدني هذا الشيء منين جبتيه؟ انا تنقول لهم راه واحد الراجل زعما كان عليه فضل عليا، هو اللي كنهضروا على تربيه ما نهضروش على سياسه نهائيا. شكون هو هذا السيد هذا؟ سميتو عبد السلام ياسين، واش زعما كاين شي واحد اللي زعما احسن منك انت وزعما راك انت بحال حلوا عينيهم في واحد الانسان اللي هو زعما فيه مجموعه ديال الخصال اللي ربما فاقدينها حتى في الاباء ديالهم وفي الاخوان ديالهم، وكياكلوا معايا كيشربوا معايا. شكون وماما هما هاد الجوج؟ هادو كان واحد سميتو مصطفى الزين، مصطفى الزين، واحد كان سميتو سعيد مسير، هادو سعيد مسير هذا يعني واحد الوقت مسكين غادي توقع له أزمة صحية ولا شي، المهم ما غيبقاش ما علينا.
احنا في سيدي حي عندنا مصطفى الزين، واحد من اعز الاصدقاء ديالي، تعيش دابا في ولايه ماساتشوستس في بوسطن. هادو بحال بغيت تقول كانوا من الاعيان ديال المنطقه، وكانوا تبارك الله يعني دار كبيره كيف كنقول. هادو تا هما احتضنوني تا انا كاستاذ زعما جاي وعنجان وهذا، كنمشيو عند الدار ديال مصطفى الزين، راه كانوا لاباس عليهم، كان عندهم اراضي، كان عندهم مشاريع، ولكن الناس يعني من اطيب خلق الله. وكنت كنمشي يعني داك الشيء اللي كندير في الدار عندي ولينا كنديرو حتى عند سي مصطفى الزين، كيجيو كاع تلامذي، وحتى اللي من غير تلامذي وسمعوا بيا كيقول نمشيو نشوفوا السي. وكنديرو يعني لقاءات بحال بغيت تقول فنيه ثقافيه تربويه يعني، ولكن لا حديث على جماعه ولا سياسه ولا حتى شي حاجه من هذا الشيء.